هذا البرنامج بمساهمة دودو. حاوس تفهم. قناة الشاكرة في خطر. أهلا وسهلا بكم في الاتجاه هو بيدو. لماذا الكار تجي في وقتها؟ هل المترو يجي في وقته كذلك؟ هل كل وسائل النقل في تونس موجودة في الوقت؟ للإجابة على كل هذه التساؤلات معنا في الاستوديو متحدثين باسم قطاع النقل وجمعية جاتشي كار. في البداية أرحب بضيوفي، المتحدث باسم النقل مرحبا بك. السلام عليكم. والمتحدث باسم جمعية جاتشي الكارة. السلام عليكم. في البداية أحب أن أذكر السادة المستمعين بهذه الأقوال المأثورة. سايب الباب خليه يتسكر يا ودي، سايب الباب خليه يتسكر يا حمادي، سايب خليه يخرج يروح، سايب يا حمادي. صفا يا حمادي هنا صفا. خويا جاتشي الكار. عندي ثين فتن نطنع. أختي بالله قديش عنده مترو مجيش يا أختي؟ عليا هنا عنده برشا. تاكسي ماشي نفطر معلم، ماشي نفطر رايز بلا غير، ماشي نفطر خوي ماشي نفطر سيبني. سيب الباب خلي تسكر في سيب عادي يا حمدي خمشي على ريعنا ليس أصباع شد البيع باه شد الباب باه. خويا شبي تكسير لكل خيلي برح مر ما حبوش يقف نذر عليهم نيه بالك شي حاجتها ما حبوش يقف. عدنا أعزائي المستمعين، يعني الأخ متحدث باسم قطاع النقل، لماذا المواطن التونسي يشتكي من تأخير وسائل النقل أو التقصير إن صح التعبير؟ في الحقيقة أخوي المواطن راه دايما يتشكر مش جديد عليه هذي فهمت؟ ونقولك حاجة أخرى، أنا لا الكار ولا المترو ما جاش في الوقت، بل بالعكس المواطن هو اللي يجيبك. شكرا للمتحدث باسم جمعية جيتش الكار. لماذا دائما أنت والناس تقومون باكرا لتذهبون للمحطة ثم تشتكون من التأخير؟ أول حاجة معلم فهمت، السيدة ذيك اللي كان يكذب عليك تو فهمت بيان كذب. تو واحد من الناس أنا مثلا نخدم الثمانية فهمت، تو نقوم الثمانية يطلبني صاحبي قومني الثمانية، نلبس حويجي مع الثمانية، نخرج مع الدار مع الثمانية، نخلط المحطة الثمانية، المترو ما يجيش الثمانية، الكار ما يجيش مع الثمانية، إيش نعمل معلم يا أخي نورمال؟ ناخو تاكسي، ريت ناخو تاكسي ورسميتك نحكي معاك راه، ناخو تاكسي مع الثمانية، فهمت؟ نطلع في التاكسي مع الثمانية، يقعد واحد بجنبك جيبك ريحة الحوت على الصباح وكما تحكيش حسينه مش نورمال، كلي اللهم صلي على النبي، ما يبلا بلاصة التاكسي فهمت؟ مع الثمانية، نهبط من التاكسي مع الثمانية. فهمت؟ ونعطيه 800 فرنك زاد ونمشي نبعد للخدمة معلم مع الثمانية وندخل نخدم الثمانية ونروح الثمانية. طو انت نورمال في مخك؟ يعني ماذا يقصد بالثمانية؟ هل يتمقعر عليك او ماذا؟ انت الجهة المسؤولة، انت الجهة المعنية، لا تقبل بالإهانة في الاتجاه هو بيدو. ماذا تقول إليه؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تقول؟ لماذا انت سيقبل كل شيء تقدم لفاعل المواطن ذي؟ لماذا وانا متحدث الرسمي باسم النقل في تونس علاش انت تخدم لفاعل المواطن ذي؟ تتاو تعمل لي عملة بيي. هو يقول لك تعمل لي عملة، انت بهذا الاسلوب هل هو اسلوب الحديث؟ لماذا ماذا تجاوبه؟ هو يقول لك تعمل لي عملة. يا ولد ريض راك بدأت تقدم لفاعل راجل ود علاشك ايه؟ يا ولدي نقول لك حاجة، نورمال مو نحكو في مشاكل المواطن وعليش المترويات والقيران والتاكسيات وكل شيء ما تلقاوش في الوقت وما تلقاش ترانسبور جملة، أنت تحب تشنعنا في بعض. هو يقول لك تشنعنا، ماذا تجيب؟ أنت في عينيه ماذا تجيب؟ أنا أجيب هكذا. إيش بيك تاذر يا باك؟ يسايب مش نكر شو هذي؟ هو الدور الزنبي محمد شنك وان انت من دوخك باهي. ماذا يحصل يا جماعة؟ يا سيك يا عاسي لا يصحوا هكذا يا جماعة، يا جماعة انت لا انت لا يا جماعة لا يا جماعة
كب كبلو يرجع لصلو. وكيما يقول المثل ها مواطن مسكين انت تخدم 8 وهي تجي 9 غدرجين. حوس تفهم وحوس وفهم.